بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم للإمام أحمد بن تيمية، غفر الله له ولشيخنا ولوالدي شيخنا ولسامعينا ووالديهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله، وقال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله الأخنس. لو يذكر فضيلاتكم الصفحة حتى يتابع الإخوة، بارك الله فيك. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. في الصفحة 94 بعد 494. جزاك الله خير. نعم، تفضل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني طبعا نذرت مسدد أن هذا، مسدد هذا ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الكوفي، حتى قال أهل العلم لو سبق اسمه بالاستعاذة والبسملة لكان رقية العقرب، يكنى بأبي الحسن ثقة حافظ، وهو أول من صنف المسند بالبصرة، سبحان الله. وهو من الطبقة العاشرة، أخرجه البخاري وغيره، ومات سنة 28 و200، وقيل إن اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز. عن مسدد عن من؟ عن مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة. أيوه، هو الإيادي البصري أبو قدامة، صدوق وعنده أوهام وأخطاء، من الثامنة، أخرج له الإمام مسلم وغيره. نعم. عن عبد الله بن الأخنس عن عبيد الله بن اي احسنت، عبيد الله بن الاخنس هذا النخعي الخزاز، كان يبيع الخز يعني الحرير، ابو مالك، صدوق من السابعه، اخرج له البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ايوه، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم اجمعين. اين تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك. قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. فقال لصنم؟ قالت: لا. قال لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. هذا الحديث رعاكم الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما رجع من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. فقعد عليه السلام وضربت بالدف. وأيضا هذا يعني حديث بريدة عند ابن المنقن، وهو إسناده جيد. التي القصة اللي بين يدين هذا لي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود وغيره، وهي صحيحة، أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك. فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية للأصنام. قال لصنم؟ قالت: لا. قال لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بنذرها، لأنه لما اتصل به إظهار الفرح بسلامة مقدمه من بعض غزواته وفيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين، صار ذلك مثل القربات. ثم لما سألت أن تذبح بمكان كذا وكذا، فقال النبي لصنم، يعني يذبح فيه لصنم، فقالت: لا. قال لوثن؟ قال: لا. فهنا النبي أراد أن يعلم هل تفعل هذا لاعتقادات جاهلية سالفة؟ قال: لا. فمن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوفي بنذرك، وإلى النذر أصل فيه الكراهة. طيب، ما الفرق بين الصنم والوثن؟ قيل الصنم هو الوثن، أو قيل الوثن هو الصنم، ومنهم من قال لا فرق بينهما، لأن الأصل في الكلام البناء والتأسيس،
فقالوا الوثن ما كان من غير ما كان غير مصور كالحجارة، والصنم ما كان له صورة كالإنسان. إذن الصنم مثل هالتماثيل هذه، التماثيل هذه التي مرسومة على أشكال الإنسان، هذه تسمى إيش؟ تسمى الأصنام، تسمى إيش الأصنام. أما ما يكون غير مصور هذا يسمى الوثن، هذا يسمى الإيش؟ يسمى الوثن. إذن التماثيل التي أنتم التي ترى عفان الله وإياكم على صورة أسد أو على صورة إنسان أو على صورة حيوان، هذه كلها اسمها أصنام، هذه كلها اسمها إيش؟ أصنام. إذن الأصنام الصنم الضابط فيه له صورة سواء كان لإنسان أو لغيره. الوثن لا، ليس له صورة، ما كان غير مصور كالحجارة. إذن من هنا يا أحباب الكرام نقول، هل يصح أن نقول كل وثن صنم وليس كل صنم وثن؟ يا شباب إذن الوثن، الوثن يا كرام، الوثن أوسع، الوثن أوسع، يشمل الصنم وغير الصنم، لأنه ما يكون مصور وغير مصور. أما الذي يكون مصور فقط هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو الصنم. فنقول كل وثن صنم وليس كل صنم وثنا. وضحت هذه؟ صح ولا لا؟ نعم شيخ. إذن كل وثن صنم وليس كل صنم وثنا، لأن الصنم على شكل صورة، الوثن صورة وغير صورة. أيوة الوثن صورة وغير صورة. طيب تفضل. فوجه أحسن الله إليكم شيخنا، فوجه الدلالة أن هذا النادر كان قد نذر أن يذبح نعما، إما إبلا وإما غنما، وإما كانت قضيتين بمكان سماه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث بوانة، عندنا حديث بوانة، حديث عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فالنبي سأل قال هل في وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل في عيد من عيد الجاهلية؟ قال لا. فالنبي هنا قال له ماذا؟ قال له أوفي بنذرك، أوفي بماذا؟ أوفي بنذرك. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان في بها وهذا من لطائفه الاستفصال والسؤال، ولا حرج في ذلك، ولا سيما إن أتاك إنسان يعني تخشى عليه أن يكون عنده مخالفات شرعية وعنده أمور جاي يطلب منك مال مثلا، وأنت تعرف أنه بيدخن أو يذهب إلى أماكن ما هي طيبة، فهنا لا مانع أنك أن تستفصل منه وأن تسأله. طبعا بوانة هذه بضم الباء الموحدة التحتانية هي عبارة هضبة بجهة ينبع، بجهة ينبع، هضبة بجهة ينبع. نعم تفضل. أحسن الله إليك شيخنا، قال فهل كان بها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا يدل أيوة على أن وهنا ما يجي واحد يقول لك والله النذر في الكريسماس أنه يجيب هدية لمراته، أو نذر في الكريسماس أن يسوي حفلة في البيت، هذا ما يجوز، هذه أعياد كفار، هذه رعاكم الله، هذه أعياد الكفار لا يشارك المسلم فيها ولا يحضرها. أحسن الله إليكم. نعم نعم أحسن الله إليك شيخنا، وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه. أحدها أن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. الثاني أنه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله،
ولولا اندراج صورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية لكان. لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له: فأوفي بنذرك، يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهى عنه عند وجود هذا. وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه. واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به، إذ كان الذبح في المكان المنذور واجبا. وإذا كان الذبح في مكان عيدهم منهيا عنه، فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه. ويومي كيوم الفطر ويوم الجمعة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لك لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل بها عيد من أعيادهم؟ يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا. فلما قال لا، قال له: أوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال. ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعبيد فيها، أو لمشاركتهم في بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك، إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمان أو نفس الفعل أو زمانه. فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر، فإنما لها عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم. ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باق. فعلم أن المحظور تخصيص بقعة عيدهم. وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محظورا، فكيف نفس عيدهم؟ هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان، كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان. وإن كان النهي فتوقع، انظر هذا الكلام النفيس وتأمل من تجده الآن يعد العدة ليخرج الكريسماس ليحتفل به مع النصارى والكفار في بلادهم، أو أنه يقيم ذلك حفلة في بيته. نسأل الله السلامة والعافية. شيء عجيب والله، يعني إيه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وإن كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم، فهو عين مسألتنا،
إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد، إذ ليس فيه محظور آخر، وإنما كان الاحتمال الأول أظهر. احتفال يعود ويتكرر يسمى عيدا، وإن سماه الناس بمسميات أخرى، فهذا لا يخرجه عن أنه عيد. كل والعيد يسمى عيد لأنه يعود ويتكرر. أي نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وإنما كان الاحتمال الأول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأله هل يذبح وقت عيدهم، ولأنه قال هل كان بها عيد من أعيادهم، فعلم أن وقت السؤال لم يكن العيد موجودا، وهذا ظاهر. فإن كان في فإن في الحديث الآخر أن القصة كانت في حجة الوداع، وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل لا يتخذ المكان عيدا بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة وذريعة إلى. وهذا من الأدلة الظاهرة أن سد الذرائع من أصول الفقه ومن الأصول الفقهية المعتمدة في الأحكام، ردا على من لا يرى بذلك أيها الكرام الفضلاء. وأيضا هذا الحديث من لطائفه رد على الصوفية القبورية وأمثالهم الذين ما زالوا يرحلون إلى أماكن شيوخهم ويقيمون الموالد عندها إلى غير ذلك، فأين هم من هذا الحديث أيها الفضلاء الكرام؟ فنسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وذريعة إلى اتخاذها عيدا، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون والله أعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون، كما قالت له الأنصار يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم، ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد. أرأيتم هذه النفاسة لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ ليس شرطا انك انت تروح تقول يا اخي انا ما راح نطوف حول الاصنام، يا اخي ما راح نتعبد، يا اخي يكفي انك انت ولجت مكان كان فيه عيد لاهل البدع وكان فيه عيد للكفار، وان لم تتعبد ولوجك اليه ايضا هو منهي عنه وحرام. اعد هذه الفقره الله يرعاك. نعم احسن الله اليكم شيخ. وذريعه الى اتخاذها عيدا، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون والله أعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون، كما قالت له الأنصار يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم، ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد. وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض، ولا يختلف حكمهما في حق المسلم، لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم، بشرط ألا يظهروها ولا شيئا من دينهم. وأولئك لم يقروا، بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا، لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه. ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه إلى المسلمين له أجر شهيدين. وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يأس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنيسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد.
والنهي عنه أوكد. كيف وتقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم. بسلوك طائفة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم. الوجه الثالث من من السنة هذه سلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، سلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم. الوجه الثالث من السنة أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنهم فلم يبق شيء من ذلك، ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد، لأن المقتضي الله الحمد لله. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخ، ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد، لأن المقتضي لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد، خصوصا أعياد الباطل من اللعب الله واللذات. نعم، يبحث الآن عن الكريسماس ويرتب في خمور وفي نساء وفي فسق وفي فجور، نسأل الله السلامة والعافية، يرتب لها من الآن ويعقد لها ترتيبات الفنادق والبلاد التي يذهب إليها والطائفة التي سيكون معها والصحبة التي سيرافقهم والبرامج إلى غير ذلك. هذا كلام نفيس والله، يعني هذا شيخ ابن تيمية كأنه يخاطبنا الليلة، والذي مات سنة 728 رحمه الله رحمة واسعة. نعم، والنفس تميل إلى اللهو واللعب عافانا الله وإياكم، وإلى التقليد الأعمى الذي يضر صاحبه. والأولى من المسلم أن يكون سفيرا لدينه في أي مكان حل ونزل فيه. انظروا الآن كم عدد المسلمين الذين كم عدد الكفار الذين دخلوا في الإسلام في الآونة الأخيرة من هذا العدوان على بلاد المسلمين الذي نزل بأهل فلسطين. هذا الذي استدعى الكفار من المغنيين والممثلين من الأوروبيين، سبحان الله، أنهم يستعجبون في الإيمان عند أناس أبيدت بيوتهم وقتلت أطفالهم ورملت نسائهم، وهم يقولون الحمد لله ويقولون ويكبرون الله أكبر ويتصبرون. هذا الذي جعل يعني مجموعة من الناشطين والناشطات من المغنين والمغنيات في أوروبا وأمريكا وغيرها يعلنون الإسلام سبحان الله، ويسلمون يعني يتعجبون من هذا الصبر. يعني كيف هذا هو ديننا، هذا هو الدين العظيم أيها الكرام الفضلاء، هذا الدين الذي تجد أنه يكون فيه تسلية الإنسان حينما تنزل به المصيبة، فلا يملك إلا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فتنزل عليه بردا وسلاما. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية، وإذا كان المقتضي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد. الله وهذا أكبر. أيوة، لما درست تلك الأعياد يعني واندراسها يعني ذهابها، اندراس الشيء ذهابه. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع أمته منعا قويا عن أعياد الكفار، ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل، وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته، كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر أعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم، بل قد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزاً ومانعا عن سائر أمورهم، فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم. فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية،
بأبي هو وأمي، وكل ذلك هو وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أصبر الوجه بارك الله. لا نكتفي، الوجه الرابع يحتاج إلى تفصيل، نجعله في المجلس القادم إن شاء الله. جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.